حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا. حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهلاليين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال الجنة. قال. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفاً.